نقطة مهمة ذكرها أبو بدر، ومعلومة يمكن من الأمور السرية اللي ما ذكرتها أنت. ما لا مو يعني أبو بدر الله يهدي ما كان ودي يقول هالشيء صراحة، يعني أمانة لما كنا ندفع أو شيء كنا ناخذ فلوسنا، يعني ثاني يوم ثالث يوم ناخذ فلوسنا من أخونا هايف الدحاني وفهد مسي عليه. في ناس يقول لك انا مو مستعد ادفع. لا لا شوف يعني في شوف في اشخاص يقول لك انا لا شوف ليش ادفع من جيبي عشان ايه والله مثلا صح اجيب حكم ولا بعطي فلوس لا حكم لا وهو شوف اذا انت تحب عملك تحب عملك اللي هو مشتاق من وطنيتك ومشتاق من الامور هذه انت لازم شوي تتعب وتضحي. لازم انت الرياضه لما تدش بند كامل صريح ان انت تعمل بدون اجر، لان الرياضه عندنا هوايه ما هي عمل. تبي تنزل تبي ترشح تنجح بالانتخابات تنزل وتقعد تصير عضو بدون راتب او بدون مكافاه، فانت بالتالي لازم شويه تضحي. يعني انت خاصه شوف الملاعب والرياضه اعطتنا الكثير فلازم نرد لها شيء. اشكر اخوي ناصر يعني اللي عملت معاه الحكم الدولي السابق وعلى اشادته، لكن انا ما كان ودي اقول هذا الشيء. اما بالنسبه حق الحكام ابو سعود، يعني انا وايد انتقدت وايد يعني وقلتها في الحلقة السابقة وأقولها لك. أنا يعني كانوا الناس يجون هني، يعني كان سواء في هذا البرنامج الديربي أو البرنامج اللي سبقه اللي نعم. كنت تقدمه انتقدوني أو انتقدوا اللجنة في عملي في اللجنة. أنا أقول يا ليت يجون يقعدون هني الحين وبأي وقت يختارونه ويا أقعد وياهم نقعد ونشوف سلبياتهم وسلبياتي. يعني هم ما كانت عندهم الجرأة أول شيء لما يقول لك 40% من الحكام بس هم اللي يجتازون الاختبار، 60% ما يجتازون. منو هالأشخاص اللي كانوا يقولون؟ لا أنت يبقى لا كان يصير حكي إيه كان يصير كلام الحين أنا خلي أكملك يعني عشان أنت الحين أنت بتواجهه صح؟ أو إيه لا أي واحد ولازم تذكر اسم عشان لا يعني إيه شوف بينه يقول لك لا بينك بينه يقول لك يجيب فلان يجيب فلان لا لا مو اللي جاوا كلهم اللي جاوا انتقدوا خليون الحين انا برا اللجنه خليون. يعني حسين شعبان قاعد بهالمكان وقال لك انا لو انا استلم اللجنه امشيها سيده. انت استلمت اللجنه ودمرت اللجنه وعطيت حكام حتى ما يركضون 200 متر واقول لك بالاسماء تعال قاعد هني قدامي وواجهك واقول لك اياهم بالاسماء وعطيتهم مباراه نهائيه. انا في اختباري ما عدى الاختبار الا اللي نجح، وهذا اول اختبار كان يطبق على الحكام الصحيح وغيره. وحطينا الجداول وحطينا الكمبيوتر وحطينا النظام هذا، لكن هذا كله عادي يعني انا ما عندي مشكله. بس يا رجل احنا كنا يعني كان يوجه لي الانتقاد انه والله هذا الحكم نسى فنيلته او نسى لا يلبس تكرمون الادلاق غير عن الشورت عادي. يا اخي انتوا رديتوا حكام يعني مزورين يزورون اخلاقيا ما عندهم في كره القدم هذا يشطب، ورديتوا حكام كارثيين ولعبتوا في اللجان. ايش اقول لك؟ تعالوا انتوا اليوم قعدوا خلنا نقعد هني ونصفي حساباتنا ويا بعض، فانا جاهز لهم بسعيد اي طيب. وقت هم يبون